السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع الكحك وتاريخ الكحك. أولا، الكحك كما نعلم أكلة جميلة دائما نأكلها في المواسم والأعياد، ومنها محشي بالعجوة أو التمر، ومنها ما يحشى بالمكسرات من فستق وإلى غير ذلك. ولكن ما حكاية الكحك أو الكعك؟ فالكحك تقال في مصر والكعك تقال في الدول الأخرى، الدول العربية الأخرى. أولاً، الكعك أو الكحك هي أكلة قديمة عرفت عند الفراعنة المصريين القدماء، وكان المصريين القدماء يقومون بعمل الكحك على شكل أقراص، وكان يأكلونه في المناسبات، وأيضا كان يقدم إلى الفرعون لكي يرضى عنهم، وكان يقدم للموتى، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأكل الذي سيأخذه الميت معه في القبر سينتفع به في الآخرة. هذا اعتقاد خاطئ طبعا، لأن في الجنة بإذن الله أكل أطيب وألذ بكثير من أكل الدنيا. المهم، قلنا أن الكحك أو الكعك أكلة مصرية قديمة، ولكن اهتم بها الخلفاء الفاطميون، فنجد أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي قام بعمل ما يشبه مخزن كبير، وضع فيه السكر، وضع فيه التمر، وضع فيه الفستق واللوز وكل هذه الأشياء، وضعها في هذا المخزن، وهناك عمال يقومون بصناعة هذه الأشياء وخبزها، وهناك موظفون يقومون بحساب الكميات التي تستخدم من الدقيق ومن هذه المواد التي تدخل في حشو الكعك. وكان الخليفة الفاطمي المعز بيشرف بنفسه على ما يتم في صناعة الكعك والكحك، وكان هذا المخزن قريب جدا من دار الخلافة، فيعتبر ملاصق. هناك من أبواب القصر باب مباشرة يدخل الحاكم على المخزن ويرى ما يتم، يرى ما يحدث من صناعة الكعك، وهل الجميع يلتزم بالمعايير، وهل هناك نظام. يعني كان عملية، وكان يبدأ هذه العملية إعداد الكعك من شهر رجب، بحيث يتم توزيع الكعك على الشعب في بعد رمضان، يعني في شهر شوال. وببساطة هذه كانت قصة الكعك أو الكحك، وأعاد الله علينا شهر رمضان مرة أخرى، وجعل كل أيامنا أعياد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.